السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور من علاب، نائب مدير مستشفى النجيلة للحاج بالساحل مطروح. إحنا نعتبر دلوقتي يا جماعة في مرحلة الجد. قبل كده كان كل اللي بيحصل إجراء إن إحنا نمنع وصول الفيروس لمصر. طب هو وصل؟ وصل عن طريق إيه؟ في حاجات كتير جدا وفي تفاصيل كتير جدا. السياح دخلوا الفيروس لمصر في كذا مكان، الناس المصريين اللي كانوا بره، اللي كانوا في العمرة أو كانوا في أي حتة تانية برضه دخلوا الفيروس في مصر. الناس اللي كانوا مسافرين الدول بتاعت اوروبا وجم دخلوا الفيروس في مصر، بقى في عندنا مش دايره واحده مفتوحه نعرف نلمها، لا ده في دوائر كتير. فدوائر كتير بيبقى لازم تاخد اجراء، ده اخر اجراء، يعني اللي احنا بنعمله ده اخر اجراء هيحصل، بعد كده مرحله تفشي الوباء. اخر اجراء انا شايف ان احنا احتمال ان احنا نحجم الفيروس موجود ونسبه كبيره جدا ان شاء الله نقدر نقضي على الفيروس في الفتره الجايه دي ونقفل الموضوع خالص، ويبقى احنا الحمد لله ما عندناش، واللي عندنا هنتعامل معاهم خلاص. لو فلت الموضوع من ايدينا يبقى كده خلاص يا جماعه، بقى في تفشي الوباء وهنبدا نشوف بقى هنتعامل ازاي في المرحله دي. هيبقى لها اجراءات للاسف بتكون اجراءات وحشه والناس كلها هتبقى زعلانه منها، لكن هو دي بتكون الاجراءات الصح، زي ان احنا نختار الحالات اللي احنا هندخلها العنايه، زي ان احنا مش هنعالج كل الناس في المستشفيات، في ناس هتعالج في بيوتها، زي ما اتكلمت في فيديو قبل كده وقلنا ان في ناس بتعالج في بيوتها دلوقتي في دول بره اللي هو الموضوع عندها خارج عن السيطره، وفي الصين نفسها. طيب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا يا جماعه ان احنا نلتزم باللي هيتقال الفتره دي يا جماعه، مفيش كلام بيتقال، كلام مش علمي. يعني لما اقول لك الاطفال وقف المدارس لمده 14 يوم، يبقى الطفل ما ينزلش يروح تدخله المولات والحدائق ونقعد نلعب والكلام ده كله. هو ليه الطفل؟ بقول لك الاول حاجه، بقول لك امنع الاطفال والشباب انهم ينزلوا. الاطفال ما لهمش خطر مبدئيا، اقل من 10 سنين مفيش مشكله، ومن 10 ل 15 سنه النسبه قليله جدا اللي ممكن يحصل لهم حاجه، ان اصلا يحتاج دخول المستشفى اساسا او يحتاج انه يحصل له وفاه لا قدر الله، بتبقى نسبه لا تذكر بالنسبه للعدد الكبير. فالاطفال في امان، بس الاطفال مشكلتهم مش انهم هم اللي هيحصل لهم حاجه، لا الاطفال يعني مش عايز اقول لك ان هم شيء مرعب في نقل العدوى. الطفل بيكون ما عندوش اعراض لان جسمه متعامل كويس جدا مع الفيروس وما بيظهرش عليه اعراض، بس بيعدي بعد 3 أو 4 ايام من اصابته بيه. فالطفل ممكن يتعدي من طفل تاني، والطفل يجي البيت يعدي جده او جدته او ابوه او امه، الناس الكبار اللي عندهم مشاكل صحيه ممكن يحصل لهم مشاكل. فالطفل ده هو لو نزل مكان فيه تجمعات هو ده المشكله، الطفل مش هيلتزم باي تعليمات هتقولها له، الطفل مش هياخد باله من نفسه. فالطفل ده هو الاساس دلوقتي. الطفل ده لو قدرنا ان احنا نحجمه، الكبار نقدر نتكلم معاهم. يعني الكبار لما نقول لهم ما تقعدوش في تجمعات كبيره، خلي مسافه بينك وبين الناس اللي عندهم اعراض جهاز تنفسي زي الكحه او العطس او الكلام ده كله في 2 متر، هيعمل كده. لما اقول للكبير كحول جل او تغسل ايدك كل شويه، هيعمل كده، هيخاف على نفسه، هيفهم الكلام اللي انا بقوله له، لكن الطفل مش هيعمل الكلام ده. الاطفال بتشارك مع بعض اللعب بتاعتها، بتشارك مع بعض الحاجات اللي بيلعبوا مع بعض فيها، فده بيكون طريقه لنقل العدوى. احنا اتفقنا ان الايد هي اكتر حاجه بتنقل العدوى، ايد الطفل دي ما نقدرش نتحكم فيها، لكن ايد الكبير اقدر اتحكم فيها. فهنتكلم تاني في النقطه الاساسيه، انا ايه الحاجات اللي هعملها لما اخرج من بيتي اامن نفسي بيها. ملوش لازمه ان انا ادخل لتجمعات كبيره فيها اعداد ضخمه، ملهاش وقت. يعني بلاش حفلات، بلاش اماكن مغلقه فيها اعداد كبيره، مش حت انا مش عارف مين اللي عندي كان مختلط بحاله او عنده العدوى او كده. والعدوى زي ما بتقول لسه ما انتشرتش في مصر، مرحله انتشار شديد، بس دلوقتي انا عايز الناس تلتزم عشان اقدر اقلل الانتشار واقدر احكم الدوائر اللي فتحت دي. لو حكمتها الموضوع خلص، لو فلتت مني دايره ما قدرتش احكمها، او فلت منها حد وبدا يقعد ناس تانيين في دايره تانيه جديده انا ما اعرفش عنها حاجه وتنيتها فتره كبيره، كده خلاص، كده خلاص بقى في انتشار الوباء زي ما حصل في ايطاليا وزي ما حصل في كوريا وزي ما حصل في دول اوروبا كلها تقريبا. كل دول اوروبا دلوقتي في وضع سيء جدا، سيء بمراحل عننا، ومع انهم متقدمين جدا عننا وعندهم امكانيات اكتر مننا، لكن الموضوع فلت منهم. فده مش غلطه حد حاليا، دي مش غلطه حد هنحاسبه فيها، لا دلوقتي احنا لازم نتعاون. اهم حاجه يا جماعه ان انت هتامن نفسك، لكن تامن غيرك. الوعي ده لو وصل لنا او الفكره دي لو وصلت للناس، الناس كلها هتعدي الموضوع بسلام ان شاء الله. انك تامن غيرك اكتر ما تامن نفسك. لو امنت نفسك سهله، بس لو امنت غيرك انت كده قضيت على الموضوع نهائي. يعني ايه؟ يعني واحد ظهرت عليه اعراض برد، خد اجازه، اقعد 3 ايام في البيت، البرد هيخف. طول عن كده خلاص، كلم بقى 105 اللي هو رقم الطوارئ، او روح مستشفى حميات وشوف هيحصل معاك ايه. الموضوع سهل، ما تخافش، اللي هيكشف ويطلع عنده كون يا جماعه مش هيموته، بالعكس. ولما بنتعامل مع الموضوع بدري، صدقوني الموضوع بيبقى احسن بكتير ما نستنى لحد ما يقلب التهاب رئوي وضيق التنفس ومشاكل كبيره. فانت لما تيجي بدري او تقدم نفسك بدري عشان تاخد الخدمه الصحيه، انت كده هتخف.
فما نقلقش من الحكايه دي، والناس الحمد لله اللي موجودين عندنا او خرجهم او لسه هيخرجهم كلهم زي الفل. الاعداد اللي بتكون عندها مشاكل قليله جدا 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 وبتتلحق، يعني نسبه الوفيات لانهم قعدوا وقت كبير ما حدش عارف عنهم حاجه او ما بيكشفوش او بيكشفوا غلط بيحصل له مشاكل. طب لو في البدايه انا خدت واحد لسه ما عندوش اعراض او اعراض بسيطه وعرفت انه عنده كورونا، انا هبدا اتعامل معاه صح، فهلحقه قبل ما يدخل في المشاكل، ولو حصل مشاكل اقدر اتعامل معاه برضك وعندي امكانيات حتى الان اتعامل مع اعداد اكبر من كده وهتعامل معاها كويس. لو الموضوع خرج عن السيطره هيبقى المشكله ان انا مش عارف اتعامل معاها كويس. فانا مطلوب من الناس اللي بدات تظهر عليهم اعراض ايه؟ مش اعراض كورونا، لا اعراض برد، لو سمحت البس كمامه، ما تروحش المستشفى وانت مش لابس كمامه، البس كمامه وانت داخل المستشفى، لان المستشفى دي الدكتور هيتعامل معاك وهيتعامل مع 20 30 100 عيان بعدك، فالدكتور ممكن ينقل العدوى بسهوله، حتى لو هو امن نفسه 100 مره مش هيحصل له حاجه، لكن ممكن يكون انت السبب في انك اذيت نفس بعدك لو طلع لا قدر الله عندك. ما تكحش وتعطس من غير ما تغطي مناخيرك، الموضوع مش صعب، يعني غطي مناخيرك بمنديل، ما فيش منديل كح في كوعك، يعني الموضوع سهل يا جماعه، الموضوع سهل ونقدر نأمن بعض كويس. ايديك اغسلها باستمرار، اغسلها بجل كحول زي ما قلنا اللي هو موجود في استيراد جل كحول 70% ده كويس جدا وبيقطع الفيروس في ثواني، فنستعمله نستعمله ما نخافش. هي الوعي يا جماعه، ورسالتي للاعلام بلاش اخبار كاذبه، ما فيش حاجه اسمها ده الدوله الفلانيه جابت انتي فيروس، ما نشتريها، نشتري ايه يا جماعه؟ يعني انت عشان يبقى في علاج فعال الموضوع هياخد شهور، وعشان يبقى في فاكسين اقدر اديه للبشر هياخد شهور، الحاجات دي مش هتاخد في يوم. في دول بتجرب علاجات واحنا بنجرب علاجات والحمد لله بتجيب نتائج كويسه، بس ما اقدرش اقول بنسبه 100% ان دي الاساس، واي علاج جديد هيظهر لازم يمر بمراحل معينه، انا ما اقدرش اخد علاج النهارده لسه طالع واديه لجسم الانسان عشان اقضي على حاجه بتموت من 1 ل 3% ويكون مضر بجسم الانسان ونموته، يعني مش بالسهوله دي، مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها دي، مش حد الشركه تطلع تقول لك انا بجرب علاج يبقى هي طالع علاج، لا تجربه العلاج لسه في تجربه على الحيوان، بعدين تجربه على البشر، بعدين نوسع التجربه على الاعداد كبيره ونشوف بيدي نتيجه ولا لا، ما يمكن ما هوش فعال زي ما الحاجه اللي احنا شغالين بيها فعاله. فبلاش اخبار مغلوطه ونوعي الناس دلوقتي، مرحله توعيه الناس، توعيه الناس انها ما تخرجش بيوتها غير في الحاجات الاساسيه، الناس تروح شغلها لحد ما تمنعش الشغل يبقى لسه ما فيش خطر في الشغل، الاطفال هم سبب مباشر في نقل العدوى بين الاسر وبين المناطق المختلفه، يعني الطفل بيروح مدرسه مع طفل من منطقه تانية، ولو لا قدر الله الطفل عنده مش هيعرف، ومحدش يعرف ان هو عنده، بس هينقل الطفل التاني ومش هيعرف برضك وهيدخل المكان ده منطقه جديده. فقعدت الاطفال في المدارس انا مش خايف عليهم، لا انا خايف منهم، هم اللي ممكن ينقلوا العدوى بطريقه مرعبه في اماكن مختلفه بسرعه، فاهمني؟ فيا ريت يا ريت نبقى عندنا وعي. بلاش ماسكات على الفاضي وعلى البطال، ملهاش لازمه، احنا هنحتاجها في يوم من الايام مش دلوقتي، فرجاء رجاء يعني نلتزم بالحاجات البسيطه دي كلها، من غسيل الايدي بصفه مستمره، من ان احنا نغطي مناخيرنا او وشنا، او لما نيجي نعطس بلاش نلمس وشنا عمال على بطال، المثلث ده يا جماعه خطر جدا، العين، المناخير، الفم، الحاجات دي خطر جدا، انا كل شويه احط ايدي عندها، فعلى الاقل لو احط ايدي يبقى اغسل ايدي كويس او مسحها بجل كحول كويس، لو عندي لا قدر الله اعراض البس ماسك امن الناس اللي حواليا، لما انا اعمل كده هم الناس هتامنني فمش هيحصل انتشار للفيروس، الفيروس ما بينتقلش يا جماعه بالسهوله اللي احنا متخيلينها، ان انا لو كحيت في مكان بعدها باسبوع حد هيتعادل من المكان ده، ما فيش الكلام ده. قد المسافه بيني وبين الناس امان، يعني بلاش اقرب من الناس اللي عندهم بيكح او بيعطس او عنده بشح، بلاش اقرب منه، مسافه متر ل 2 متر كفايه جدا هتامنني حتى لو عطس، انا كده مش خايف على نفسي. في الشغل بتاعي احاول المكان اللي يكون حواليا نظيف، جل كحول كل شويه امسح بيه ايدي، بلاش احط ايدي عند وشي، انا كده مش هيحصل لي حاجه، يعني اشتغل عادي مفيش مشكله في الشغل، يعني الشغل ما نقعدش من شغلنا دلوقتي يا جماعه، لسه مش مرحله ان احنا نقفل البلد، الموضوع ما عندناش مرعب للدرجه دي، في دواير اتفتحت انا لازم اقفلها، نساعد الدولة عشان تقفلها. انت اتقابلت مع واحد بعد فترة عرفت ان هو ايجابي، كلم 105 وعرفهم، مش هيحصل حاجة، هيتعمل لك توسط بس، ما عندكش حاجة خلاص، انت امنت نفسك وامنت اهلك، طب لو طلع عندك حاجة هتتعزل وهتخف وهتبقى كويس وهتكمل برضك تخدم اهلك، فيعني انا اسف اسبوع او اسبوعين في حياتنا احسن بكتير جدا 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 من ان انا حد من اهلي يموت او حد من قرايبي يموت، لو مات معلش يا جماعة الاسبوع او الاسبوعين دول كان هيعملوا ايه في حياتي؟ في بني ادم كان موجود معايا ما عادش موجود. فرجاء رجاء رجاء الناس تلتزم باللي هيتقال، اللي هيتقال يا جماعه ده الصح في الفتره دي، هو ده الصح جدا، انا شايف ان اللي بيحصل ده كويس وكويس جدا، ودي اخر فرصه لينا عشان نقدر نمنع انتشار الفيروس في مصر. موجود في انتشار موجود محدود حتى الان، الانتشار محدود بس في لحظه ممكن يتقلب يا جماعه غير محدود، فاحنا نساعد بعض عشان نقدر نقفل الموضوع ده نهائيا.
زمايلي الدكاتره والكلام ده والاطباء والتمريض ان شاء الله ان شاء الله. انا بس معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش فاضي، انا في كذا حد سالني انا عايز اعمل فيديو، اعمل لهم فيديو يعني عن الطرق الوقايه في المستشفيات والكلام ده كله. حاضر من عيال الاثنين ان شاء الله، بكره باذن الله هكون خلصت الفيديو ده، وهيكون بكلام يا جماعه كلام علمي، كلام بورق بيبرز منشوره، عشان نقدر نامن نفسنا ونامن الناس اللي حوالينا، لان الاطباء ممكن تنقل العدوى هم من التمريض للمرضى اللي ما عندهمش حاجه بسهوله جدا لو ما خدوش بالهم. حاجات بسيطه باذن الله هتامننا كلنا والموضوع هيعدي على خير. ورساله الاعلام رجاء بلاش نشر اشاعات، يعني نخليها لوقت تاني. انا عارف ان الاعلام بيحب موضوع نشر الاشاعات والكلام، مش كل الناس طبعا، في ناس محترمين ما بيحبوش الكلام ده، لكن في ناس كتير بتحب نشر الاشاعات، مش وقته. رجاء للناس اللي مش حابه حاجات في البلد، مش وقته يا جماعه، مش وقته والله يا جماعه. يعني انت لما تقول حاجه تخوف الناس او تخليها تاخد تصرف خاطئ غلط. بلاش تجمعات، بلاش خروجات، الاطفال مش قاعده في المدارس تنزلهم انت الملاهي والكلام ده كله، مش وقته مش وقته. هيجي الوقت ان شاء الله اللي هنكون كلنا نقدر نخرج ونتفسح وكل حاجه. احنا الناس هنا كلنا قاعدين بقالنا فتره، يعني انا عن نفسي بقالي 43 يوم او 44 يوم دلوقتي، وفي ناس قاعدين معايا بقالهم شهر، وفي ناس بقالهم 15 يوم، كلنا قاعدين عشان نحاول نقفل الموضوع ده. فرجاء نساعد بعض، نساعد بعض عشان كلنا نروح بيوتنا بسلام، ونروح لاهلنا ومفيش حد مننا يتاذي في اهله ويحصل لهم لا قدر الله حاجه. السلام عليكم.